وقت الإنسان حاضر في أي وقت، إن الروح ممكن ربنا يسترد الوديعة بتاعته في أي وقت. عشان كده يكونوا إيه؟ مستعدين، لأن أخواته أيضا لم يكونوا يؤمنون به، عشان كده قالوا كده. فقال لهم يسوع، رد عليهم رد وديع ومتواضع وهادي وحب مش ممكن. قال لهم إيه؟ قال لهم يسوع، إن وقتي لم يحضر بعد، إن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. أقف عند الآية دي، وقتي لم يحضر بعد. وقت إيه؟ وقت الصلب، وقت الفداء، وقت الموت على الصليب نيابة عن البشر كلهم. فما كانش لسه جه، لأن الساعة، الوقت بالساعة وبالدقيقة مترتب. الآب السماوي مرتب كل شيء، مرتب كل شيء. عشان كده أحبائي قالوا وقتي لم يحضر بعد. لكن أنا هو راح فعلا بعد 4 أيام، العيد 8 أيام، راح زي ما قال الكتاب في منتصف العيد، يعني بعد 4 أيام بس راح في الخفاء، ما راحش على نفسه لما دخل أورشليم إلى آخره، يوم حد الزعف. المسيح المجد راح الخفاء، لكن في الأول قالوا وقتي لم يحضر بعد. الكلمة الثانية بقى اللي لها معنيين حلوين قوي، معنى عند المفسرين الكتاب المقدس ومعنى روح ربنا الدهولي، وأنا بتأمل النهاردة في الموضوع ده. بيقول إيه؟ إن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. أما وقتكم ففي كل حين إيه؟ حاضر. دي تعني المعنى المباشر الأولاني، إن كنت تقدر تروح العيد في إيه؟ في أي وقت أنت يناسبكم، بعد أول يوم، بعد تاني يوم، بعد 5 يوم، براحتكم. وقتكم ده ملككم، محدش هيقول لكم أنتوا جيتوا أو ما جاتوش. فوقتكم في كل حين حاضر، تقدر تروح في أي وقت، مالكوش دعوة بيا يعني. فعايزين تروحوا روحوا أنتوا، قال لهم كده اذهبوا أنتوا للعيد. قالها لهم صراحة تاني. لكن المعنى الثاني ربنا روح ربنا الدهولي النهارده، وانا قاعد اتامل في الايه دي، ان وقتكم ايه؟ في كل حين حاضر. وقتي ووقتك ووقتك يدوك طول العمر، لكن وقتنا حاضر في ذهن الله وفي مقاصد الله وفي مشيئه الله. انا وقتي على الارض يخلص امتى؟ لما ربنا ايه؟ يريد. فحاضر ليه؟ حاضر بمعنى ان في اي لحظه ربنا يحب ياخد فيها الوديعة بتاعته ايه؟ هياخد. يعني معناها استعدوا انتوا، لان وقتكم حاضر في اي وقت. محدش يعرف امتى السارق هيجي ويسرق وينهب البيت. عشان كده تكونوا مستعدين، اسهروا وصلوا، وينبهنا كتير على الحتة دي كلها. اذا وقتكم حاضر في كل وقت، يعني ربنا بينبهنا من خلال هذه الآية ننتبه جدا، لان المتلفح بالايام عريان. على اجدادنا بيقولوا وقتنا مش ملكنا، محدش فينا يعرف امتى الساعة بتاعته جاية، لا بالعيا ولا بالصحة، ولا بالعيا ولا بالصحة. يبقى واحد عيان ومشلول سوري، واهله زهقانين منه بيتمنوا له انه يرتاح بقى، صح؟ وما بيموتش. ويبقى شاب صغير عنده 40 سنة ومتجوز عنده طفل، نام لسه قريب الاسبوع ده، نام الصبحية ما لقوهوش، يصحوه مش موجود، سرير لها طلع، فارق الحياة 40 سنة، يديك طول العمر يعني. فوقت الإنسان حاضر في أي وقت، إن الروح ممكن ربنا يسترد الوديعة بتاعته في أي وقت. عشان كده تكونوا إيه؟ مستعدين. لكن لا تعلمون متى متى يأتي، ما حدش عارف. وقتنا حاضر يعني نستعد، نستعد بإيه؟ بالتوبة، نستعد بالتوبة القلبية. حاجتين اتنين، لو فقدناهم فقدنا أبديتنا، حاجتين أساسيتين طبعا، غير بقيت وصلتنا من شوية دلوقتي. لكن أهم حاجة التوبة. الكتاب المسيح المجد يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. يا توبة يا هلك. النمرة الثانية المحبة. لو أنا ما دربتش نفسي إن أنا أحب من كل قلبي إخواتي وقرايبي وناسي وجيراني وكل الدنيا، حتى اللي بيجرحوني، ما المسيح المجد ده نفسه مثل جرحوه وجلدوه وسمروه في على الصليب، وهو على الصليب في هذا الذل والهوان يقول له ايه؟ اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يقولون. ما كانش بيقول كلام كده، ده هو على الصليب خلاص اوريدي، لكن بيطلب لهم على الصليب في عز هذه المهانه اللي عملوها له الغفران. ليه؟ عشان لو تابوا، بيديهم فرصه للتوبه، لو تابوا عن اللي عملوه فيه هو شخصيا كده هيسامحهم. وده اللي حصل، وده اللي حصل مع ناس كثير. عشان كده يا احبائي مهم جدا التوبه في حياتنا، والحب
لازم نحب بعض من القلب.